والآن ننتقل بكم إلى جو المنافسة والتشويق، وننادي على المتأهلين العشرين المتنافسين في المسابقة الثقافية. مجموعة النور: محمد ريان بضضان، حنان بلاوي، يحيى عبد الرحيم، صفاء الصالحي، آدم موتيق. مجموعة البيان: أحمد زياد ضعيف، فاطمة الزهراء الشرقي، محمد ناجي الإدريسي، سلمى متفاطن، دعاء حق. مجموعة الخير: ريان العيداني، خديجة حركات، مبارك شكري، نعمة بن هدي، إلياس بن علة. مجموعة الرسالة: ياسمين فقيري، ضحى مجتهد، سلمان أمين، مصطفى أنزار، مروى الصالحي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. هذه مسابقة ثقافية خاصة بالطلبة المتفوقين في الامتحان، وعددهم 20 طالبة. عندنا 20 ديال الطلبة هنا اللي متفوقين في الامتحان، تبارك الله عليهم، كنحيوهم. درنا واحد المسابقة ثقافية غادي يشاركوا فيها على شكل مجموعات. كما رأيتم كل مجموعة وضعنا لها اسم، يعني كل مجموعة عندها الاسم ديالها. النور، ثم عندنا البيان، وعندنا الخير، وعندنا الرسالة. عندي هنا مجموعة من الأسئلة، سأطرحها على المتسابقين، وغادي نحدوا الوقت. عندنا الوقت في دقيقة باش تا هما يفهموا الطريقة ديال المسابقة. عندنا الوقت في دقيقة، دقيقة واحدة، يعني ما خصكمش تفوتوا دقيقة واحدة في الإجابة. راه كاين اللي شاد الكرونو، يعني ملي غتفوت دقيقة خصكم تحبسوا. وغادي نجمعوا من عندكم الأوراق وغادي نعطيهم لجنة التحكيم، وغادي نشوفوا الجواب الصحيح. المجموعة اللي جاوبت على بزاف ديال الأسئلة هي اللي غتفوز، لكي لا أطيل عليكم. عندنا هنا مجموعة من الأسئلة في السيرة النبوية وكذلك التجويد، ثم العقيدة، وكذلك عندنا أسئلة عامة دينية، أسئلة دينية عامة، ثم عندنا كذلك الثقافة العامة، وعندنا محبوبة الجماهير أو أسميها بمحبوبة الكل ومن لا يعرفها، إنها كرة القدم. الكل منا وخصوصا الأولاد يحبون أو عندهم شغف كبير مع كرة القدم، خصيصا وخصوصا أن هذا الموسم تعلقنا كثيرا بكرة القدم، وشاهدنا منتخب المغرب وما وصل إليه من إنجاز في كأس العالم قطر 2022. أحييكم. سنبدأ بالسؤال الأول. أطرح عليكم السؤال جميعا، خصكم تكتبوا في أقل من دقيقة، قلت ياك، وثم تعطوني الإجابة. السؤال الأول في السيرة النبوية يقول، استعدوا، السؤال الأول في السيرة النبوية يقول: ما اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال يقول: ما اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الإجابة في أقل من دقيقة. اللجنة ستسجل النقاط أو ستعطينا الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة سيمبارك باش نقولوا منا. مجموعة النار تقول أمينة الزهرية، ياك، والإجابة صحيحة. اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم أمينة بنت وهب، وهذه الإجابة أبلغ. أمينة الزهرية، هل هي صحيحة أو لا؟ استشيروا مع لجنة. أمينة بنت وهب، هذا هو الجواب الصحيح على ما أظن. أمينة الزهرية، أنا في لا ما أسمع بها، ما أسمع بها، يعني هنا خطأ، لأن شوف كل سؤال عليه نقطتين، جوج ديال النقاط. سؤال يقول: من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيمبارك،
بيد السين بارك بيد ماذا كيقولوا لهم الاجابات كلها هنا السين بارك الاجابات اش كلهم كلهم صحاب اش ما عطوش الوقت الإجابة صحيحة للمجموعات الأربعة يعني كلهم عندهم الإجابة صحيحة الإجابة الصحيحة هي حليمة السعدية هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم الآن ننتقل إلى مادة التجويد مادة التجويد كما تعلمون ندرس مادة التجويد وهي مادة الخام في كتاب نور البيان مادة التجويد السؤال الأول في مادة التجويد استعد للجواب السؤال الأول يقول متى ولد الإمام الجمزوري ومتى توفي السؤال في مادة التجويد يقول ما هي الأشهر الحرم ما هي الأشهر الحرم ما هي الأشهر الحرم يعني أذكر الأشهر الحرم شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا غادي تكتبهم بسميات انتبهوا السؤال الأول في الثقافة العامة يقول ما هي أكبر دولة مساحة في أفريقيا أو ما هي أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة؟ أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة. المغربي إلى نهائي كأس أفريقيا ولم يفز به. اسكت، ما تقولش ليه. ما تقولش لهم، لا، ما تقولش لهم. خليهم يعتمدوا على رؤوسهم. المنتخب المغربي في أي سنة وصل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس إفريقيا ولم يفز به نهائي كأس إفريقيا ولم يفز به سؤال في السيرة النبوية يقول كم عاما أمضى النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية النبي صلى الله عليه وسلم شحال من عام وهو عند حليمة السعدية كم عاما أمضى النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية يعني المرضعة ديالو الإجابة لكم ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن